سعيد كل عام وانتم بخير. يا حيا ومرحبا بك، احنا بنستغلها فرصة انه نعايد عليك اهلا وسهلا. نبارك لك طبعا بالتكريم اللي طبعا لو جلسنا نكرمك يعني طوال السنين لا يمكن نوفي حقك يعني. الله يسلمك، حبيبي هذا من لطفك. الله يسعدك، الله يسعدك ويسلمك. كيف شفت تعز يا استاذ محمد؟ بلد تعز العز، بلد الناس الطيبين، الناس الهاديين، الناس الكرماء، الناس اللطاف، ذكر كان أو أنثى. الله يسعدك. هذا هي الحياة، هذا هو الإنسان اليمني اللازم. تعز الواعدة، النبض الدافق الله عليك. الذي يبشر بالمستقبل الأفضل لليمن. رغم الصعاب ورغم المشاكل ورغم العوائق، هي البشارة للمستقبل الأفضل. أستاذنا وفناننا يعني، وأنت رائد من رواد الأغنية اليمنية واللحجية، وأنت يعني امتداد هذا الجيل الذهبي الرائع، إيش اللي بيميز الأغنية اللحجية وإيش السبب إن هي مستمرة حتى هذه اللحظة وهذا اليوم، حتى الجيل الجديد ما زال يستمع لهذه الأغنية؟ ما فهمت إيش المقصود. يعني تقصد انه يا استاذ محمد يعني انت الان من اكثر الشخصيات تمكنا يعني في اللحن، ويمكن انت اكثر شخصيه دارس المجال، يعني انت يمكن الوحيد او مجموعه بسيطه اللي دارس المجال. كيف تقيم الاغنيه العدنيه واللحجيه الان يعني بعد التجديد او التطوير؟ هل ما زالت بحيويه؟ نعم. الاغنيه اليمنيه بشكل اساسي، احنا ننطلق من مسألة اسمها الأغنية اليمنية. الأغنية اليمنية لم تظهر إلا في العصر الحديث. الشعر الغنائي لما ظهر، ظهرت الأغنية. أول ما بدأ عهد القومندار، وبدأ عهد الشيخ علي أبو بكر، وبدأ ناس كبار فنانين في اليمن، كانت الأغنية الحديثة مش موجودة. كانوا الناس يغنوا الغناء المعتاد المعروف والمأخوذ من الموروث، الغناء الموروث. لما بدأ الشعر الغنائي يظهر في عهد القومندار والجماعة اللي ذكرتهم أنا، بدأت الأغنية تكتسب ملامحها الحديثة. وبظهور الإذاعة في العالم، كان لظهور الأغنية الحديثة يعني فجر، ظهر فجر الأغنية. انت بدات استاذ محمد بالموشحات، يعني اعتقد كانت موشحات دينيه والموروث أيوة الشعبي. انا بدات، انا منشد ديني بدات في قريتي. وايش اللي حمسك عشان تخوض تجربه الغناء؟ في هناك مشاكل حصلت او احداث حصلت خلتني اصر اني لازم اكون مطرب. طيب استاذنا، يعني هل انت مع فكره التجديد وادخال هذا التجديد والتطوير الى حد ما على الاغاني اليمنيه بشكل عام؟ نحن اول يا كريمه، نحن لسه ما وصلناش الى شخصية الأغنية اليمنية كما ينبغي. نحن الآن إلى الآن ننبش من التراث. لم نقف على ملامح الأغنية اليمنية الحديثة. فكيف أنا تطالبيني بالتجديد؟ يعني أنت ضد هذه الفكرة؟ ها؟ أنت ضد هذه الفكرة؟ كيف؟ يعني أنت يا أستاذ محمد ضد هذه الفكرة، فكرة أنه يكون في أي تجديد على الأغنية اليمنية؟ مش ضد، أنا مش ضد، أنا مع كل محدث وكل جديد وكل إيقاع وكل نفس جديد. لكن إلى الآن نحن لم نقف على ملامح الأغنية اليمنية الحديثة. إيش السبب يا أستاذ محمد؟ كلما ايش السبب برايك لحد الان يعني لم نقف كما تقول
يعني عند الهوية أو الملامح الحقيقية للأغنية اليمنية؟ السبب هو الجهل، هو تخلفنا عن الركب، المصري، الركب العراقي، الركب اللبناني الذين ولدوا التراث الفني. شوف كيف؟ ايوه، والذين ولدوا الموشح الاندلسي، واحنا تخلفنا كثير. طيب انت حاولت في فتره من الفترات انك تكتب النصوص الفنيه، ويعني حاولت انت ومجموعه من زملائك في تلك الفتره، احمد قاسم. طيب ومجموعه ولو حاولنا يعني حاولنا ولا زلنا نحاول ولا وسنظل نحاول. يعني لما تتشبع البلد يكثر فيها الموسيقيين، يكثر فيها العازفين الجيدين، يكثر فيها اللي حافظين التراث الاندلسي، يكثر فيها الناس اللي عندهم افكار جديده. يعني هذا لما يكثر، لما يكون التناغم الثقافي موجود.